مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ رجعنا من جديد معكم سارة الملاحي، واليوم هذا الفيديو بشي جديد وشي حلو. من فترة خطرت على بالي فكرة انه رح احكي فيها، وهي بعض كذبات البنات. بتمنى يعجبكم هذا الفيديو. اذا انت لسه ما اشتركت على قناتي، شو مستنيك؟ اشترك، سبسكرايب سارة تي في شو لفيديوهات كتير احسن واحلى، وكمان كومنت لايكس إذا بتحب. وبحبيت هالفيديو لا تبخل علينا بلايكس وكومنت حتى نوصل الفيديوهات لأكثر المشاهدات بوجودكم. بتمنى يعجبكم هذا الفيديو بشكل جديد واضحكوا شوي. يلا شوفوا الفيديو. انتي وينك لهلأ؟ عم بنتظرك، متى رح تيجي؟ اي حبيبتي، خلص خلص 5 دقايق واكون عندك. أصلا طلعت على الشارع، عم بستنى بالباص. اوكي يلا حبيبتي، باي باي. 5 دقايق ولسه ما سويت الميك اب، يا ويلي. يا شو طالعه كثير حلوه اليوم، شعراتك بجننوا، يعني ما شفت احلى من هالجمال، كثير لافقين لك. شكلها بخوف، خليها تروح تعمل احسن لون جديد. يلا حبيبتي بشوفك. ايه حياتي، لا كثير مبسوط معك اليوم. ايه عن جد تسلمي كثير هالطلعه الحلوه. ايه رح اشوفك بكره. حياتي، مع مين بتحكي بالتليفون؟ عم ساعة عم بتصل كنت وانا بالسوق ما عم بتردي، مع مين بتحكي؟ شو رح تفكيرك لبعيد حياتي؟ ماما هاي رفيقتي اسماء، وعم تشرح لها هالمادة وبقولها مش فاهمة عليك بالتليفون. يلا اسم حكيكي بعدين حبيبتي، باي باي. تيشرت ابيض وما عندي بنطلون جينز، شو رايك اشتري هدول الاثنين؟ بتعرف تغيير الحين، بدل اللي اشتريتيه امبارح معاي، بدل البلوزه 3، بدل البنطلون 2، والحين بتقولي ما عندك؟ قطعتي خلاص ولا هي اسطوانه كل يوم ما عنديش بدي وما بدي وهيك؟ امشي امشي. حبيبتي كيفك؟ بدك تيجي عندي اليوم؟ 10 دقايق تكوني هون؟ طيب تعالي اهلا وسهلا فيك، بتنوري حبيبتي. يلا 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 يلا. بدي اكيد اكيد. لا فاضي، ما بعمل شيء، قاعده والله بشوف مسلسل. يعني فاضي فاضي، بتنوري. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، باي باي. يعني حابك تيجي الحين؟ اضطر اضرب المطبخ انا. والجلي كمان؟ متى بدي الحق اجلي انا؟ If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. اهلين ماما، كيفك حبيبتي؟ نظفت الغرفة والغرفة بتلمع من كتر النظافة، وحتى طبقت الملابس حطهم في الخزانة، كل شي تمام، ما تقلقي حبيبتي زي ما طلبتي وأحسن. انتي 5 دقايق بتكوني هون؟ طيب مثلا. ايه سارة، كيف سويت في الامتحان اليوم؟ كيف كانت الأسئلة؟ امتحان اليوم؟ يوه كثير كان سهل، بتعرف الأسئلة من كتر ما اجت سهلة حليتها بسرعة، ولا سؤال تركته، يعني كله 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 حليته، وحتى في سؤال يعني استخفيته. عن جد عن جد سهل، دعيتي لي يا ماما، تسلمي لي. واو جاكيتك كثير حلو، هاد من وين جبتي؟ هاد اشتريت الجاكيت من فرنسا، من شارع الشانزليزيه، محل شي ماركه واو، حتى اوتلت ما فيك تلاقي منه كثير، قطعه فريده من نوعها. عجبك؟ والله شانزليزيه وفرنسا
ما بعرف، بس كأني شفته بالشارع الصيني، محل الصيني هذا اللي عندنا هون على الجنب. شفت نفسه أخوه نفس اللون، حتى آخر قطعة فريدة من نوعها في محل الصيني. وهيك خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا هالفيديو، وإذا حبيتوا اعملوا لايكس وكومنتس، ولا تنسوا أهم شيء طلب صغير، سبسكرايب على قناتي باليوتيوب، اسمي سارة تي في شو. بتمنى تكونوا حبيتوا هالفيديو، وبنستناكم فيديوهات قادمة جديدة وحلوة بأشكال منوعة وكوميدية كمان مثل هيدا الفيديو أحلى، مع سارة الملاحي. بحبكم كتير، باي. بلي ده هاي وشتيت بولس فيلسكو أرب. ماما بشور لعك يا ويلي يا ويلي، والله لا حطها، والله لا حط عشان خليك يشوفوك كيف مجنونة. هاي جيد جم على فاض اسفت، والله على فاض انك انت حبيبي. برفور انت لسه، برفور انت سو